السلام عليكم متابعينا الاعزاء في كل مكان، اهلا بكم في البدايه. لو انت جديد في القناه تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بكل جديد، واثنين اعمل لايك وشير للفيديو ده. استمرارا لسلسله المباريات السيئه اللي النادي الاهلي بيعملها خارج ارضه وبالذات في افريقيا، النادي الاهلي بيخسر النهارده برضه 1-0 من صن داونز بعد ما خسر اللقاء اللي فات بتاعه قصاد صن داونز في القاهره 1-0. النادي الاهلي للاسف النهارده معرفش يخطف فوز، مع ان المباراه كانت سهله، وصن داونز النهارده كان باين فريق ان هو هش اصلا، كان بيروح عمل كذا هجمه خطر، ولولا ان الشناوي شالهم كانت النتيجه تبقى اكبر من 1-0. ولكن انت النهارده كنت ممكن بسهوله جدا تقدر تكسب المباراه. صن داونز سايب الدنيا، ولكن انت اللي ما انتش قادر تروح تترجم الفرص، انت اللي عندك تسرع. النهارده لعيبه النادي الاهلي بلا استثناء ادائهم كان تحت السيء. الاداء النهارده كان سيء جدا من اول، عندك محمد الشناوي يعتبر الوحيد اللي فاق شويه، شال كذا كوره، لكن تيجي تبص في خط الدفاع محمد عبد المنعم خد في بدايه اللقاء انذار ملوش اي 30 لازمه، خلاه خايف بقيه الماتش ان هو ياخد طرد. عندك ياسر ابراهيم برضو، يعني الاثنين في بناء الهجمه ما كانوش بيبنوا الهجمه بسرعه وما بيبنوش اصلا صح. عندك علي معلول مجهد، وتحس ان هو اصلا يعني الكور اللي كان بيلعبها كلها ما عدا الكره اللي لعبها لحسام حسن كلها كور تطفيش، ما فيش كوره مركز فيها. نص الملعب، ثلاثي نص الملعب يعني اللهم لا حسد، الثلاثه اسوأ من بعض. حمدي فتحي عمال بكل شويه يعمل مس باص عايز يطلع بالكوره تقطع منه، السوليه يجي يستلم الكوره تعدي منه برضه عامل اداء زي الزفت. كان ديانج بيحاول شويه وبيحاول اللي هو يضغط ويروح باي حجمه، لكن ما اصلا ما فيش معاه مساعده هجوميه او حد ان هو يسند عليه، فبالتالي الضغط واستحواذك على الكوره كان بلا هدف، لان انت اول ما تاخد الكوره بتضغط عليك وكان بياخد الكوره على طول منك. وطبعا الثلاثي الهجومي ملوش دعوه بقيه الملعب بيعمل ايه. بصراحه مستوى لعيبه النادي الاهلي كلهم سيء جدا، ولكن على راسهم اللي محتاج يريح الفتره الجايه لازم محمد مجدي قفشه. قفشه بصراحه ما ينفعش ينزل الملعب الفتره الجايه، لازم يريح بقى جامد، يعني لازم يريح. كمان بيرسي تاو بعيد جدا عن مستواه، لا بيلتحم ولا عنده السرعه الكافيه ان هو يجري عشان لياقته مش مكتمله، ولكن اصرار موسيماني ان هو يكمل بيه ويدفع بيه على ايه مش فاهم. يعني هو ما بيمثلش الاضافه من ساعه ما رجع من الاصابه بتاعته، فانت ليه مصر على نفس اللاعب وعمال تديله وبتديله 60 و70 دقيقه في الماتش ليه، طالما اللاعب ما بيقدملكش اي اضافه؟ اللاعب لا قادر يلتحم ولا عنده سرعه يبني مرتدات، وحتى لما بيستلم الكوره بيقعد يفكر كتير وبعد كده بيقوم لعيبه الاقرب واحد ليه، يعني حتى ما بيلعب ما بيعملكش اصلا باصه توديك انفراد هو على الواقف، لا ما فيش اي حاجه من الكلام ده خالص. فبصراحه مستوى قفشه وبيرسي تاو الاثنين مستواهم مزري، والاثنين لازم يقعدوا على الدكه فتره علشان يعيدوا حساباتهم من تاني. طاهر النهارده كان تبديل كويس، نزل حاول يحرك الدنيا شويه ولكن ايد الواحد ده ما تسقفش. احمد عبد القادر برده حاول بكوره ولكن برده كوره واحده مش هتعمل لك ايه. اوفر اول النهارده كان لعيبه النادي الاهلي سيئه جدا، ضيعوا من ايديهم 3 فرص او حتى لقطه كانت تفرق معاهم دلوقتي صن داونز خلاص بنسبه كبيره صعد. عندك صراع ما بينك وما بين الهلال والمريخ، لسلك ماتشين هنا على ارضك في مصر، لازم مطالب ان انت تحقق 6 نقط علشان تصعد تاني المجموعه. غير كده هيبقى لو انت كسبت ماتش واحد على الاقل منهم، لا هيبقى كده مع السلامه مالكش اي فرص، وتروح تشوف لك بقى الدوري تكمله ولا تشوف كاس مصر تلعبه. اللعيبه دي لازم تتشد من تاني وتفوق علشان تعرف. بصراحه يعني مستواهم مؤخرا كان مستوى متذبذب وطالع نازل، فلازم اللعيبه دي تشد عليها الفتره الجايه علشان يلعبوا تاني برجوله وينافسوا على دوري ابطال افريقيا وكل البطولات. بس كده مش هتعمل لك الفيديو ده، تشترك في القناه. سلام.